خلينا نطلع على هذا السؤال اللي موجود او اللي كاتبت لكم اياه على اللوح، موجود زيه في الكتاب تمرين مشابه له ولكن بنفس يعني مثال ثاني بس بنفس الطريقه. مساحه مدرسه مربعه الشكل مساحتها كم يا مس؟ 676 متر مكعب. متر مكعب يعني ايش؟ يعني جذر تكعيبي هنا صح؟ لا، متر مكعب اللي هي مساحتها. تمام، اذا مساحة مدرسة مربعة الشكل مساحتها كم؟ 676 متر مكعب. جد طول ضلعها. طيب يا مس، انت لما تعرف انه مساحة مدرسة مربعة الشكل، اخذت في الدرس السابق انه مساحة المربع شو بدها تساوي؟ مساحة المربع اخذناها انها بدها تساوي الضلع تربيع، صح ولا لا؟ فبكتب يا مس القانون، مساحة المربع شو بدها تساوي؟ بدها تساوي الضلع كله تربيع. بروح يا مس شو مالي؟ بعوض. مساحتها 676، فبكتب يا مس ايش؟ بكتب مساحتها اللي هي باخذ الجذر لهذا الضلع وباخذ الجذر لهذا الضلع، فالجذر مع التربيع بتروح، فالضلع شو بده يساوي؟ طول ضلعها بده يساوي جذر مساحتها. اذا جذر المساحة اللي هو بده يساوي طول الضلع، طول الضلع بدها تساوي تحت الجذر التربيعي 676، طول ضلعها بدها تساوي تحت الجذر 676. كيف يا مس بدي احلل هاي؟ نفس الاشي على الطريقة اللي هي البسيطة، بروح بكتب على جنب زي ما احنا شايفين 676 وبجرب العوامل الاولية اللي بتقسم على هذا العدد من دون باقي. بجرب العدد 2، 6 تقسيم 2 3، 7 تقسيم 2 3 والباقي 1، 16 على 2 8. برجع يا مس نفس الاشي، بروح بقسمه على 2، 3 على 2 1، لأنه 1 في 2 2 والباقي 1. 13 على 2 كم يا مس؟ 13 على 2 6 والباقي 1. 18 على 2 كم يا مس؟ 9. فيا مس برجع بقسمه كمان مرة على، بشوف هل بقسم على 2؟ 16 على 2 اللي هو 8، ولكن التسعة هل بتقسم؟ التسعة هل يمس انها بتقسم على الاثنين ولا ما بتقسم؟ هل بتقسم التسعة على الاثنين ولا ما بتقسم؟ يمس بنلاحظ انه احنا لما بنجرب التسعة ما بتقسم على الاثنين، فمن تجربتنا من الاثنين للثلاثة للأعداد بنتوصل انه بنلاحظ انه ايش ماله؟ انه العدد 196 بقسم على العدد شو ماله؟ على العدد 13، على العدد 13. كيف يا مس؟ من التجريب، انا لما بجرب بلاحظ انه العدد 13 بقسم عليه. طيب يا مس، 16 هون 6 على 3، اذا 13 في 13 196. طيب يا مس، 13 على 13 شو بدها تساوي يا مس؟ بدها تساوي 1. طيب هون طالب منا يا مس اللي هو الجذر التربيعي، كونه جذر تربيعي شو حكينا؟ حكينا بناخذ من كل عددين متكررين عدد واحد. الاثنين كم من مرة تكررت؟ تكررت مرتين، فأنا يا مس بدي آخذ منها رقم واحد. 13 كم من مرة تكرر؟ تكرر مرتين، بدي آخذ منه واحد. إذا طول ضلعها بدها تساوي تحت الجذر 676، 676 كم تساوي تحت الجذر؟ بدها تساوي اللي هو الاثنين ضرب كم؟ ضرب 13، وتساوي 2 في 3 6 و 2 في 1 1 لتساوي 61 متر مكعب. هاي يا مس ايش مالها؟ هاي يا مس اللي هي طول ضلعها 26 يا مس، 2 في 13 26، لانه 2 في 3 6، 2 في 3 6 و 2 هاد 36. فيا مس هون ستة وثلاثين، ستة وعشرين عفوا متر مكعب، بيطلع الناتج 26 متر مكعب.